خلوني أذكركم مرتين بأهم المخالفات بهذه البطولة، بطولة ريد بول كار بارك دريفت 2014. طبعاً من أهم المخالفات اللي أتمنى للمتسابقين ما يكررونها هي الاصطدام بالحواجز أو الانجراف بعكس السير، يسمونه الانجراف الخاطئ، أو أيضاً التفاف السيارة بالشكل الخاطئ. في عندك طبعاً مجموعة من التعليمات، أكثر من ثلاث مخالفات يعتبر المتسابق أوت. وعلشان تربح لازم يكون عندك مجموعة من المهارات والعلامات اللي بتقدمها. هذه طبعا معنا أول سيارة. الشكل المتسابق التالي اللي راح يكون معانا واللي قاعد نشوفه حاليا المتسابق الحالي اللي قاعد نشوفه حاليا آدم بوشهري على ما يجهز خلوني اقول لكم مجموعه من المعلومات المهمه اللي اصبحت في تاريخ هذه البطوله من 2008 لغايه 2013 اللي كان ضايع في سنه 2008
الف عافية يا ادم بشير على هذا الاوضاع الجميل. جمهورنا بيصفق بنسمع صفقات الصف الثاني. واكتسب على المتسابق ايضا اذا السياره لفت عكس you
خلوني مرة ثانية أذكركم ببطولة عشوبة عطين المتسابق عقيل عوض يعطيك الف عافيه خلوني اذكركم مره you
برا خسر كثير برا بس اطلع اطلع كمان طب نفس الانفاي خليكم يا رجال المتسابق اللي نشوفه حاليا طبعا شكر خاص للمعتز هاشم والمتسابق اللي قاعد نشوفه حاليا مبارك ورميني يلا مبارك خليني مرة ثانية أذكركم بطريقة Thank you.
المرة السابق ما زلناه سوف يعطيك العافية مرة ثانية أذكركم بالمخالفات. السابق اللي قاعد نشوفه حاليا شفت بيعدلها سيدة ليه؟ ما عرفش ليه يعدلها سيدة هي كان اخر بقوة يعدلها سيدة عبد الله النخي اذكركم بان المتسابقين اللي كانوا امس 32 صاروا 16 بعد التسميات بعد التسميات الاولى راح يصير عددهم 8 يتم اختيار 8 حسب التقييم من لجنه التحكيم بعدين يختارون 4 وبعدها نشوف المتاهل والفائز واللي راح نشوفه معنا بالفيلم تاريخ 28 اترككم الحين مع عبد الله النخي ونشوف العرض اللي بيخدم لا لا هو هبه هنا رايح كده معلم انت اتفرجت على البطوله اللي فاتت في دبي عامل ازاي الفاينل بتعمل ازاي ايوه بروفيشنال يعني عمرك ما هياخدوا التيما عمرك ما هياخدوا عله هو بيعبدوا بيعملوا ما بيتاخدش يعني مش عارفين تطلع بره يعني مثلا السنه اللي جت من شويه دي حتى لو عملت تراك كويس بس هي يعني تشارك بره لا لا كان واخدهم لا 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 يا راجل شوف انت سامي كده
Thank you.
Thank you.